الهدف. عايز اكلمك تاني على ميسي، وزي ما بقول لك اللي اتفرج على المباراه شاف الفارق الكبير ما بين التناغم وما بين الانسجام ما بين ميسي ونيمار ومبابي في هذه المباراه عن يمكن اول مباراه لميسي في الدوري الفرنسي. ده بيدل ان خلاص ميسي زي ما بيقولوا دخل بقى الترس ودخل بالزبط جوه المجموعه بشكل كبير جدا. يعني هو في نقطتين مهمين يا كابتن في كلامه حلوين قالهم قوي، يعني نقطة كوميدية طبعا بتاعت ان انا طول عمري بتفرج على ميسي بيسجل في الفرق اللي انا بدربها. اخيرا بتفرج ان ميسي بيسجل لفريق انا اللي ماسكه، وده اداله سعادة، خاصة في ظل الكلام الفترة اللي فاتت حضرتك زي ما متابع طبعا ان في خلاف بين ميسي وبوكوتينيو والنجم الاوحد ومين بوكوتينيو يطلع ميسي. لا، رد على الكلام ده. النقطة الثانية التناغم اللي بين الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي. الصحف العالمية قالت ان الثلاثة حتى اتكلمنا فيها مش هينفع يلعبوا مع بعض. لا، في المباراة دي لعبوا، قدموا مباراه كبيره جدا، كان في تعاون كبير بينهم على صعيد الدفاع والهجوم. رد نيمار ومبابي ردوا على الكلام اللي هو كلام الانانيه اللي تردد الاسبوع اللي فات، واللي قاله مبابي ان نيمار بيتعمد عدم التمرير ليه. كل ده قدموا مباراه متكامله. النقطه مهمه جدا كمان بوكوتينيو على حته اللي هي بيعترف بسيطره السيتي. هو اعترف قال ان السيتي مسك المباراه تقريبا طول المباراه، ولكن المباراه دي بيحسمها اللاعبون، وهي دي اللي قلناها المهارات الفرديه عاليه قوي يا كابتن فرقه باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان السنه دي هيتعب اي فرقه بالمهارات الفرديه اللي عنده الثلاثي امبابي نيمار ميسي. صحيح. يعني على تقريبا المستوى امهر ثلاث لعيبه في العالم على المستوى حاليا. الفردي ما فيش ادنى شك ان بي اس جي عندهم لعيبه تقدر تصنع الفارق في اي وقت، وده يمكن اللي افتقده جارديولا من خلال عدم وجود سترايكر، عدم وجود حتى جيسوس لما نزل ما قدمش الجديد. هو فعلا زي ما انت بتقول المان سيتي محتاج بشكل كبير جدا راس حربه من طراز لوكاس ليفاندوفسكي على سبيل المثال، لعيب بوكس يقدر يسجل من يعني من انصاف الفرص زي ما على الجانب الاخر في طبعا في نفس المجموعه اعتقادي كلوب بروج البلجيكي بيعمل لغايه دلوقتي مشوار لا باس به، بيتعادل في اول جوله مع باريس سان جيرمان على ارضه وبيفوز على لايبزيج خارج ارضه بنتيجه 2-1، وده اعتقد مباراتين باربع نقاط شيء جيد جدا لفريق زي كلوب بروج على مستوى الدوري البلجيكي. فريق كلوب بروج دايما يا كابتن من الفرق المتواجده على الصعيد الاوروبي سنويا، بنشوفها من اقوى الفرق في بلجيكا اللي دايما موجود. السنه دي بيظهر بشكل طيب جدا، كان في انتقادات لباريس سان جيرمان في اول مباراه ان اتعادل معاه، ولكن بعد اللي قدمه قدام لايبزيج في الجوله الثانيه وفوزه على لايبزيج بعد ما لايبزيج كمان اتقدم بهدف مبكر في الدقيقه الرابعه قدر ان هو يسجل هدفين، ده بيدل ان فريق كلوب بروج الموسم ده ناوي يعمل حاجه. ما اعتقدش ان هو هيخطف بطاقه من بطاقتين المجموعه يا كابتن، ولكن اعتقد ان هو الاقرب لبطاقه الدوري الاوروبي. احنا عارفين ان الفرقه اللي بتحتل في المجموعه المركز الثالث بتروح الدوري الاوروبي، الدور الثاني من الدوري الاوروبي او هو دور ال 32 مقرر زي ما بنقول. هو كلوب بروج الاقرب، وان كان هينافس مانشستر سيتي بقوه وباريس سان جيرمان على احدى بطاقتين المجموعه، ولكن في النهايه انا شايف الاثنين اقرب. ولكن هو السنه دي جلد ومتغير، مقدم شكل مغاير وبيحرج لايبزيج اللي كان كتير بيرشحوه ان هو هيكون الفارس الثالث في المجموعه. لا، لايبزيج حتى الان ظاهر بشكل سيء. لايبزيج طبعا انا بالنسبه لي كان مفاجاه، انا باعتقادي كان يمكن هو يكون الحصان الاسود في هذه المجموعه. اكيد المان سيتي مع باريس سان جيرمان بشكل كبير جدا ممكن يتصدروا المجموعه ايا كان فيهم الاول والثاني. انا في اعتقادي كان لايبزيج هو يمكن كان هيبقى ثالث وياخد مقعد في الدوري الاوروبي، لكن واضح ان كلوب بروج هو المسيطر، هو الفريق الاقرب، هو المسيطر وهو على مستوى النتائج، وممكن وارد جدا مفاجات، لكن اعتقد هو يقترب بشده من المركز الثالث. تاني عايزين برضو معايا عايزين نشوف ارقام ميسي من خلال المباراه، لان طبعا بوكيتينيو كمان سعيد بيه، ويمكن على مستوى جارديولا قال لك انا بحد من خطوره ميسي بشكل كبير جدا. يعني ارقام ميسي في المباراه اللي فاتت طبعا لعب 98 دقيقه، هدف احرز هدف، التصويبات على المرمى تصويبه بهدف، جاب منها يعني التصويبه اللي سددها احرز بيها هدف. عدد تمريرات 49 تمريره منها 43 صحيحه بنسبه 88%، المراوغات واحد لواحد واحده ناجحه. على مستوى الارقام نقدر نقول ان فعلا جارديولا قدر يوقف ميسي من خلال الارقام ديت، ما فيش يعني مراوغات كتير، ما فيش تسديدات على المرمى كتير، لكن على الجانب الاخر ان عندك المحصله ان من خلال تصوير واحده ميسي بيحرز هدف جميل، ودي قوه ميسي ودي قوه اللعيبه الكبار. يعني مش لازم المس الكور 20 30 مره عشان امرر صح، ومش لازم يجي لي 5-6 فرص عشان اجيب جول. هو دوت بيكمن الخطوره في ميسي، في محمد صلاح، في كريستيانو رونالدو، في لوكاكو، في ليفاندوفسكي، دول في هالاند، دول اللعيبه عشان كده دول بيقدروا بملايين.
بالظبط زي ما انت بتقول وانا بتفق معاك ان يمكن ميسي رجع تاني بقوه لباريس سان جيرمان، ولا على الجانب الاخر شايف ان يمكن المان سيتي يفتقد بشده لراس حرب. ارقام ميسي تقول عليها حاجه؟ هو عشان كده كابتن اتسمى البرغوث، يعني هو البرغوث عشان كده البرغوث. حضرتك بتشوف هو بيلدع ويختفي، هو ميسي ده ميسي طول المباراه ممكن ما يظهرش، ولكن لمسه واحده حطها جون زي ما جات له، هي تصويبه من تصويبه جابها هدف. ميسي خلال المباراه دي يعني انا اتفرجت على الماتش ده بشكل دقيق من اول لاخره، كانت تحركاته متميزه، ولكن جوارديولا عمل شيء جيد جدا صعب تعمله مع باريس سان جيرمان. هي مشكلته ان هو ما عندهوش زي ما قلنا سترايكر يحول السيطره دي لاهداف، انما جوارديولا حصر باريس سان جيرمان في نص ملعبه معظم الوقت، كان مسيطر تماما على الثلاثي الرهيب نيمار ومبابي وميسي، ولكن لما كانوا بيستلموا الكرة الثلاثه دول بيعملوا خطوره كبيره جدا يا كابتن. طيب وده اللي منح التفوق بهدفين لفريق باريس سان جيرمان. طيب نروح للمجموعه الثانيه اللي في اعتقادي كمان كانت مجموعه قويه جدا، طبعا مجموعه كبيره بتضم طبعا اتلتيكو مدريد، ليفربول، ميلان، وبورتو. يعني شايف طبعا المباراه، طبعا هنتكلم على مباراه طبعا محمد صلاح، يعني مباراه ليفربول وبورتو، لكن دي نتائج المجموعه الثانيه في الجوله الثانيه من تشامبيونز ليج. بورتو بينهزم امام ليفربول بخماسيه 5-1 لصالح ليفربول، وميلان الايطالي بينهزم 2-1 امام اتلتيكو مدريد. شفت المباراه، وهنتكلم على مباراه طبعا ليفربول وبورتو، شفتها ازاي؟ وشفت تالق كمان محمد صلاح على طبعا على مستوى البطوله الاوروبيه ازاي مقارنه كمان بتفوقه في البريمير ليج؟ هو الحقيقه محمد صلاح يعني بيقدم مستوى ثابت من بدايه الموسم، مستوى الافضل تقريبا يعني في معظم التقييمات في اوروبا يا كابتن ويفا، حاليا محمد صلاح تقريبا صاحب المستوى الاكثر ثباتا بين كل نجوم اوروبا على الصعيدين المحلي والقاري، بيقدم اداء متميز جدا. فريق ليفربول السنه دي ظاهر بشكل مختلف تماما عن الموسم اللي فات. صحيح. ده يعود بشكل اساسي القوه فيه، صلاح كان موجود وساديو ماني وجوتا في الموسم اللي فات زي ما هم، ولكن يعود بشكل اساسي لعوده عناصر الدفاع، عوده اليسون بيكر اللي غاب لفتره كبيره حارس المرمى المتميز الموسم اللي فات للاصابه، فيرجيل فان دايك المدافع العظيم اللي كل الموسم اللي فات غاب للاصابه برضه، جوردن هندرسون بيرجع بيامن الدفاع كان كتير اصابات، جويل ماتيب في الدفاع، لعيبه كتير جدا في الدفاع السنه اللي فاتت زي ما حضرتك متابع كانت متصابه في فرقه ليفربول، وده اللي اثر عليهم. السنه دي بترجع له العناصر دي، اول خطوات الفوز دلوقتي في الخطط الفنيه كلها وحركة ادرى بيها تامين الدفاع هو اولى خطوات الفوز، ده اللي بيعمله حاليا ليفربول. هو ليفربول بيفكرنا من سنتين وحصوله على البريمير ليج ان هو عنده قوه هجوميه بشكل اكتر من رائع، عنده قوه دفاعيه بشكل اكتر من رائع، بيلعب كومباكت بشكل كبير جدا، وجود محمد